بيان لجنة الحج العليا لهذا العام. نتيجة لانتشار وباء كورونا المستجد وتفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية في معظم بلدان العالم ومنها المملكة العربية السعودية، فقد اقتصر الحج على المقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات وبأعداد محدودة. وهذا يعني بطبيعة الحال وللأسف يعني عدم قدرة الحجاج السوريين المسجلين مع لجنة الحج العليا على أداء فريضة الحج لهذا الموسم 1441 هجرية 2020 ميلادية. وفي هذا الصدد فقد اتخذت لجنة الحج العليا السورية عدة إجراءات وقرارات مهمة وهي الآتي: أولاً، قبول كل حاج ثبت تسجيله في هذا الموسم للعام 1442 و2021 ما لم يطرأ تغيير على حصة الجمهورية العربية السورية. ثانياً، قبول واعتماد كافة المجموعات وكوادرها المشكلة في هذا الموسم للعام 1442 للهجرة و2021 للميلاد وبشكل مباشر، واستمرارية عقودهم دون إجراءات تسجيل جديدة أو اختبارات. ثالثا، تبقى مكاتب اللجنة الدائمة مستمرة في استقبال الحجاج والمراجعين للإجابة على استفساراتهم ضمن أوقات الدوام الرسمي. رابعا، تستمر أعمال التطوير والتخطيط للموسم القادم من قبل اللجان المختصة.